السلام عليكم، جيسبر كو بزالي بيان. اليوم راح ندير لا بيوري دو فريز. نسحقوها بزاف، نسحقوها في الكلاصاج في لي زانسير. فوالا، نقدروا نديروا اي فاكهه. دونك الموسم تاع لي فريز راح نواسو لي فريز، نجوزو طريقه التحضير. بور لا بيوري دو فريز عندنا هنايا 300 غرام دي فريز مقطعين عندي، 300 غرام فراولة. نديرو 10% من الوزن تاع الفراولة نديروها سكر، سيتادير عندنا 30 غرام تاع سكر. وعندنا مغرفة صغيرة تاع قهوة، جو دو سيترون، اون كويار ا كافي جو دو سيترون، عصير ليمون. نحطو لي فريز في لاكاسرول، نزيدو لهم السكر، ونزيدو لهم لو جو سيترون، ونحطوهم فوق نار قليلة، ونقعدو نخلطو حتى الماء تاع لي فخاز يخرج وتولي تغلي. فوالا فوالا، شوفو لي فخاز كيفاش طلقو الماء ديالهم. دوكا نميكسيوها بالميكسور. فوالا شوفو كش ولات. دوكا نصفيوها، فوالا نصفيوها بالعقل. فوالا لا بيوري دو فريز ديالنا، نخلوها تبرد. نقدروا نستعملوها في الكلاصاج ولا في لي زانسير كيما تحبوا. فوالا، يا بروشين روسيت ان شاء الله.